السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي مقارنة بين بارد وشات جي بي تي؟ كان شات جي بي تي بيفوز بنقطة اللغة. دلوقتي جوجل بارد أعلن إن هو بيدعم لغات كتيرة جدا، من ضمنها اللغة العربية. ما بقاش إنجليزي بس، لا بقى في لغة تانية غير اللغة الإنجليزية. طيب خلينا بقى نجرب ندردش معاه شوية ونشوف العربي مدعم بشكل حلو ولا لأ. كيف حالك؟ جاوب بسرعة الصراحة، يعني شات جي بي تي بيقعد كلمة كلمة تظهر. طيب من هو توت عنخ آمون وما سر شهرته؟ لسه في شوية حاجات. طيب كيف أنظم المذاكرة؟ جاوبه بشكل حلو جدا، فدي ميزة كويس إنه بدأ يشتغل عربي، وإن شاء الله يعني كل شوية يتطور. طيب خلينا مثلا إيه، كيف أتعلم الذكاء الاصطناعي؟ ادانا الكتب اللي ممكن نتعلمها، ادانا الدورات، ادانا الأماكن اللي احنا ممكن نخش نسأل فيها لو في أي مشاكل. موقع ريديت ده موقع مخصص لو عندك أي أسئلة عامة في الحياة عموما تخش تسأله. الستاك اوفر فلو ده موقع برضه متخصص في البرمجة، والناس لما بتواجهها مشكلة في البرمجة بيبدأ يدور في الموقع دوت، والناس تسأل بعض وبتجاوب وهكذا. جيت هاب ده بيشارك فيه المشاريع الأوبن سورس، ومش أوبن سورس بس، يعني ممكن يكون فيه مشروع أنت بتشاركه مع الفريق بتاعك، فممكن تخليه مغلق ويبقى بتشارك الملفات مع الشباب. على العموم يعني فرصة كويسة إن جوجل بارد بدأ هو يدعم العربي، وإن شاء الله مع الوقت يبقى يكون بيدعم عربي 100%.